هدف اني والاعلان والأنثى هات نهدي الجيفان هنوها والله يهنيها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها بنت الفخر نجمة الأكوان بالحزن محزن يحاليها العريس شغلونا الحال والكل يوقف شان والجود يسمع مباديها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها في طيبها للنساء عنوان يحييها حي طاريها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها يوم معرسك حيلان اجعل السعادة يخاويها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها هات فهد يا عسى الرحمن يسعد حياته او يغنيها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها فهد للمدح راعيها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها وبوه وقت المجد ما هان بواجبه ما يخليها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها فهد العز والسلطان فضايله صعب نحصيها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها اخوال فهد عزاز الشان رسل مراجل وهاليها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها يعني شلون سناين السادة هننا جاد رسل معالي تعاليها العريس شغلونا الحال والكل يوقف يحييها والكل يوقف
نوف يزن طريها.